هل جمهورية الشيشان امان ولا خطر؟ بدل ما احكي لكم بنفسي، ما تيجوا تتفرجوا معايا وتستكشفوا معايا. احنا دلوقتي موجودين في اكبر مدينة، مدينة جروزني، وهي عاصمة جمهورية الشيشان. يلا بينا نقول بسم الله توكلنا على الله. عايزين تفاعل قوي، عايزين نوصل الفيديو ده ل 20,000 لايك. انزل دلوقتي اديني اللايك الجميل والكومنت الرايق، ويلا بينا نستكشف الشيشان واسرارها. يلا بينا. احنا دلوقتي موجودين في قلب السيتي سنتر. جيت بقى المكان ده تحديدا علشان نستكشف المدينة ونلف فيها النهارده باذن الله. شايفين المسجد هناك ده بيفكرني جدا بمساجد اللي في تركيا، ففي مساجد جميلة جدا في المدينة هنا وفي البلد عموما. هنستكشف كل حاجة مع بعض باذن الله. حاجه عندنا هنا في وسط البلد تحديدا، عندنا النصب التذكاري ده. النصب التذكاري ده مكتوب يعني اللي فهمته انه بامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر ان المدينه دي مدينه حربيه، وهذا نصب تذكاري يشهد على دفاعهم عن المدينه ومش عارف ايه. وهنا في طبعا بعض اللوحات، يعني عندنا مثلا هنا الرئيس رمضان قديروف، والحته دي كنت هقعد دلوقتي واقع معلم بالله ربنا، فايه الجو شويه صعب. وهنا والده اللي هو اول رئيس احمد قديروف، وبعد كده جه رمضان قديروف، وجنب بقى كل صوره من صورهم في زي كلمه او جمله مشهوره ليهم. وهنا المسجد اللي ورانا اللي احنا هنروح نتفرج عليه ده. الجو النهارده جميل جدا، في شمس ولكن كمان في ثلج طول الليل، الثلج عمال ينزل في الشيشان. الجو غير روسيا، في الشيشان الثلج ما بينزلش بشكل كبير، يعني نادرا لما بينزل. طب انا ليه اصلا بقارن الجو هنا بروسيا؟ يعني ايه وجه المقارنه؟ ليه ما بقارنش ما بين الشيشان واي دوله تانية؟ لان يا جماعه زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت، الشيشان على الورق ورسميا هي جزء من روسيا. جمهوريه الشيشان جزء من دوله روسيا الفيدراليه. طبعا وصلوا للموضوع ده بعد الحروب العديده اللي خاضوها الشيشان ضد الروس. بصوا يا جماعه، دلوقتي بتمشى في شوارع مدينه جروزني عاصمه جمهوريه الشيشان، وشفت حاجه لفتت نظري وحاجه في منتهى الجمال بصراحه. شايفين الكشك ده؟ الكشك ده بيبيع مثلا سوفونيرز، مغناطيسات، عطور، ميداليات وحاجات جميله بالشكل ده. فمكان جميل جدا. فبسال احمد صاحبي، هو فين الراجل اللي بيبيع؟ لا هنا مفيش حد بيبيع، هنا في كاميرا موجوده بالشكل ده، انت بتاخد اللي انت عايزه وكل حاجه عليها سعرها، مثلا حتى العطور البسيطة والكلام من ده كل حاجة عليها سعرها. بتشتري اللي انت عايزه وبتحط الفلوس هنا وتمشي تتوكل على الله تكمل طريقك. فشيء جميل، شيء جميل جميل جميل. جماعة لقيت كارت بنك، يعني تقريبا حد نسي، انت كنت تظبيه بالمهم ده، تقريبا حد نسى كارت البنك بتاعه ودفع تقريبا او عمل حاجة ونسى الكارت، فراح حد لقاه وسابه له هنا عشان لما يجي تاني. فما شاء الله ما شاء الله، غالبا يعني كده من النظره الاولى ومن الانطباع الاول في امان في البلد. لو حدش عايز يدفع بالكاش فده ممكن يحول على الرقم ده، ده حساب بنكي يحول عليه الفلوس على طول. خلاص يا جماعه هاخد القطعتين دول، دي ب 350 ودي ب 200، يبقى الحساب 550. تعالى شوف هدفع ازاي. ٥٥٠ ٥٥٠. بسم الله بسم الله، تمام. ناخد بقى اللي احنا اشتريناه وندخل نصلي الظهر باذن الله، توكلنا على الله. اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه. ده يا جماعه المسجد الكبير هنا في مدينه جروزني عاصمه الشيشان، ده يعتبر اشهر مسجد علم او رمز من رموز البلد. فما شاء الله تصميمه جميل جدا، يشبه المساجد التركيه. في مساجد تانية برضو كبيره هنزورها باذن الله النهارده، ولكن ندخل نصلي الظهر هنا. المشكله بقى في حاجه، ان الوضوء هنا والجو تلج. يا جماعه انا اصلا متلج يعني ما يغركوش، بس نتوضى ان شاء الله. طيب يا جماعه الحمد لله والشكر لله، لقينا ان في وضوء تحت في المقفول، فهنا ننزل تحت. بس الدنيا مزحلقه زحلقه معلم بالله ربنا، اللي هياخد له وقعه بالسلامه. هنطلع تقعد تحت في الدفا ونطلع نصلح. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله.
تودينا الحمد لله. الوضوء هنا بس شويه بياخد وقت، تقلع هدومك عشان هدوم الدقيقه دي شتويه، وتتوضى وتلبس تاني وتنشف، فشويه شويه بياخد وقت يعني. تودينا الحمد لله. ندخل بقى دلوقتي نصلي. ما شاء الله تبارك الله. المسجد ما شاء الله تبارك الله تحفة فنية، شيء جميل 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 ما شاء الله تبارك الله. وطبعا زي ما احنا شفنا مع بعض ان هنا الاذان بيرفع الصلاة الخمس الحمد لله. مساجد كتير جدا فيها في مساجد كبيرة بالشكل ده، وفي كمان مساجد صغيرة جدا، يعني تقريبا في كل شارع او في كل مكان هتلاقي مسجد. الفترة اللي فاتت وانا بتنقل بالعربية دايما احنا قاعدين على الطريق في مساجد كتير جدا في القرى البسيطة، مساجد صغيرة حجمها صغير ولكن تصميماتها مختلفة واشكالها مختلفة ومنتشرة في كل مكان. الحمد لله أدينا صلاة الظهر هنا في المسجد الجميل ده في جروزني عاصمة جمهورية الشيشان. الله يجعل الأماكن دي تشهد لنا يوم القيامة إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، زي ما شفتوا يا جماعة معايا الشعب ملتزم جدا ما شاء الله تبارك الله. وشفنا في المسجد فئات مختلفة من الشعب، الناس الكبيرة في السن، ولاد صغيرين ما شاء الله، شباب، ناس جايين من الشغل بلبس في الشغل، حتى الشرطة بلبس الشرطة كانوا بيصلوا جوه. فما شاء الله الشعب ملتزم، حتى كان في بنات كتير في الدور اللي فوق شفتهم يعني طالعين الدور اللي فوق بيصلوا فوق، حتى يعني السيدات هنا بتصلي في المساجد. فما شاء الله شعب ملتزم وشعب جميل جدا وشعب في قمة الكرم والأخلاق والأدب، والدنيا لحد دلوقتي أمان، ما تعرضتش لأي موقف وحش من ساعة ما جيت. بصراحة مبسوط من زيارتي للشيشان، ولسه بنستكشف ولسه بنلف مع بعض. هنا اماكن تعديه المشاه، كل ما اجي اعدي الشارع المفروض العربيات تقف بالشكل ده علشان اعدي انا، لان ده مكان للمشاه. شايفين حتى الطريق سريع ولكن بيقفوا كلهم. المدينه مش ضخمه قوي ومش كبيره قوي، ولسه زي ما انتم شايفين كده في اماكن كتير جدا بتتبني جديد، ولسه في عمارات وابراج ومشاريع كتير جدا لسه قيد الانشاء. وده ليه سبب مهم يا جماعه، البلد دي عاشت في حروب سنين طويله، واخر تقريبا 20 سنه هو بس ال 20 سنه اللي هم بعد الحروب، يعني اخر حرب انتهت عام 2002، احنا دلوقتي عام 2024، يعني تقريبا بقى لهم 22 سنه بيتعافوا من فترات الحروب الطويله اللي هم عاشوها. دي هنا عربيات قهوه في الشارع، على فكره الاسعار هنا ارخص من روسيا بكتير، الناس بتمشى في الشوارع بالشكل ده. في بعض السياح بيجوا هنا من روسيا، غالبا يعني من روسيا بيجوا لان لسه البلد مش معروفه سياحيا لناس كتير. ناس كتير فاكرين ان الشيشان خطر جدا جدا جدا، لذلك هم يعني ما بيفكروش اصلا يزوروا الشيشان الا بعض السياح الروس، لان طبعا الروس هنا قريبين جدا، الشيشان جزء من الاراضي الروسيه، لا بيحتاجوا بقى لا فيز ولا اوراق ولا حاجه، انك رايح من مدينه لمدينه جوه روسيا عادي. فبيجوا هنا يتفرجوا يشوفوا الدنيا ماشيه ازاي، ده اللي قلبه جامد يعني، لان حتى الروس بيخافوا من الشيشانيين وبيخافوا يجوا يزوروا الشيشان. ده مبنى جديد
فبسأل احمد ايه يعني المبنى، قال لي ده مبنى سكني عادي يعني عمارة سكنية او برج بس معمول بشكل جميل. يعني هم هنا بيحاولوا يعملوا معمار حديث وبياخدوا كده من كل بلد حاجة، مثلا واخدين من الامارات شوية حاجات، من تركيا شوية حاجات، من مصر شوية حاجات، بيحاولوا كده ايه ان هم يخلوا بلدهم شكلها جميل وحديث. والله يا جماعة الشعب الشيشاني شعب جميل جميل، انا بتمنى لهم كل خير لان الشعب ده فعلا عانى من الحروب. عددهم كلهم يا جماعة على بعضهم تقريبا مليون، يعني في البلد كلها مليون شيشاني ومش عايشين جوه الشيشاني، يعني في عدد كبير جدا عايش بره الشيشاني لان هم اتهجروا من زمان، اتهجروا بعد الحروب، اتهجروا من بلادهم. ففي ناس بعد الحرب ما انتهت رجعت، وفي ناس فضلت عايشه بره ومكمله حياتهم، اللي في الدول العربيه، اللي في تاجيكستان وفي اسيا الوسطى وكازاخستان وهكذا، واللي في اوروبا. المكان اللي حوالينا يا جماعه ده نصب تذكاري لتخليد الجنود او الشعب او ايا كان الشهداء اللي سقطوا في خلال حروبهم الاخيره مع روسيا. في اخر فتره يعني اخر كام سنه كان في حربين، حرب عام 1994 وحرب عام 2000. عام 94 انتهت بعد سنتين، انتهت سنه 1996، والحرب بتاعت سنه 2000 انتهت عام 2002، يعني تقريبا كل حرب منهم قعدت سنتين، ولكن عدد كبير جدا 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 من الشيشانيين ماتوا في الحرب دي. طبعا يعني ده مش كلهم اعتقد، ولكن يعني اغلبهم. فهنا مثلا استشهدوا هم من جروزني، هنا مثلا ناوروس كرايون ده زي محافظة تانية، فدول اللي من المحافظة دي. هنا مثلا أشخوي مارتانوفس كرايون دي محافظة تالتة، دول استشهدوا منها. هنا مثلا واحد تاني هناك برضو محافظة تانية، محافظة رابعة، محافظة خامسة، هناك برضو في الناحية التانية نفس الموضوع. أعمار بقى الناس اللي ماتت مختلفة، في اللي هو مواليد 80، مواليد 60، مواليد 70، مواليد 85، فالكبار والصغيرين وهكذا. بامتي، فيينوف، شيشينسكوا، كونوفا، بولكا، كافكاسكي، توزمينوي، شتوتام، كوني ديفيزي. إيه تتيبا لوش دي كاتاليس. ده يا جماعة زي إيه فرقة ال بيسموها ايه، فرقه اللي هم بيركبوا على الخياله، فرقه الخياله، دول الشهداء اللي استشهدوا من فرقه الخياله. ده مبنى يا جماعه حكومي من مباني المحافظه يعني تقريبا. هنا عندنا صوره بوتين واحمد كاديروف اللي هو اول رئيس بوتين حطه هنا لقياده الشيشان. طبعا الشيشان كانت تابعه للاتحاد السوفيتي، ولكن عام 1994 قرروا ان هم يستقلوا، لان طبعا روسيا كانت شبههم في حالهم والاتحاد السوفيتي كان بيحارب الاسلام. فجي رئيس وقال لك بس احنا هنستقل واحنا بلد لوحدنا. بعد كده روسيا ما سمحتش بالموضوع ده، فعملت حرب على الشيشان عام 1994. وفي جمله شهيره للجنرال اللي هو وزير الدفاع الروسي اللي كان مسؤول عن الجيوش ساعتها، الجنرال الروسي ده قال احنا هنستولى على جروزني في ساعتين، دي جمله شهيره، وبعت طيارات ودبابات وجنود ودنيا، ولكن الساعتين اللي هو قال عليهم دول اتحولوا لسنتين. الحرب انتهت عام 1996 وروس كتير جدا 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 ماتوا وقتلوا في الحرب دي، لانهم لما هجموا على الشيشان وعلى مدينه جروزني طبعا لا دارسين البلد ولا عارفين البلد، واهل مكه ادرى بشعابها، فالشيشانيه تحولوا لحاله دفاع، بقوا مستخبوا في المباني وبالار بي جي، كان عندهم ار بي جي وكلاشينكوف بس، يعني اسلحه بسيطه جدا، وروسيا كان عندها معدات قويه جدا وطيارات ودبابات، ولكن الشيشانيين تمكنوا ان هم يدافعوا عن بلدهم، وروسيا ما قدرتش ان هي تستولي على المدينه ولا على البلد كلها اصلا. وساعتها عام 1996 القوات الروسيه انسحبت وظبطوا نفسهم وعادوا تنظيم جيوشهم، وعام 2000 هاجموا تاني على الشيشان. الحرب برضه استمرت سنتين، برضه ما قدروش ان هم يستولوا على الشيشان، ولكن طبعا كان في خسائر فادحه من الشيشانيين ومن البلد، والبلد اتهدمت واتدمرت حرفيا. وفي النهايه توصلوا لاتفاقيه، جه اللي هو احمد قديروف ومع بوتين، وعملوا زي معاهده سلام، خلاص نوقف الحرب، الشروط ان الشيشان هتكون جمهوريه ولكن تابعه لروسيا الفيدراليه، وبالشكل ده انتهت الحرب. ولحد يومنا هذا جمهوريه الشيشان تابعه لروسيا الفيدراليه. طبعا قعدوا فتره طويله جدا بقى يبنوا في البلد ويتخلصوا بقى منهم من بعضيهم، من اللي كان عايز يستقل، يعني حتى كان جوه الشيشان في زي حروب للناس اللي عايزه تستقل والناس اللي مش عايزه تستقل وعايزين سلام، فبينهم من بعض كان في مشاكل، وانتهت القصص والرد دي كلها، وحاليا في حاله هدوء وسلام بيحاولوا يبنوا بلدهم من جديد.
ده شارع جماعة اسم بايفا. الشارع ده هو اشهر شارع هنا في وسط البلد للتمشيات، وزي ما شايفين كده الاجواء جميلة، الديكوريشن جميل، شارع للتمشيات والجولات. على الشمال وعلى اليمين كل دي كافيهات ومطاعم واجواء واكشاك بقى القهوة والكلام ده كله، فشارع يعني للتمشية هنا في قلب وسط البلد. ده مسرح موجود هنا، وهنا ترافلرز كوفي كريسبي، ده حاجة زي كي اف سي وحاجات زي كده، يعني شارع للتمشيات والجولات والخروجات، فشارع لطيف. لاحظت هنا في الشيشان ان اغلب البنات محجبات وحجاب ما شاء الله حجاب كامل، وفي برضو بنات غير محجبات، فكلهم مسلمين. لما سألت هل هنا في مسيحيين ومسلمين قال لي لا كل اهل البلد مسلمين، ولكن الاغلبيه العظمى محجبه، ولكن في بنات مش محجبه عادي. اللي مش محجبات دول هتلاقيهم اكتر هنا في المدن، اما القرى والمدن الصغيره بيبقوا ملتزمين اكتر، وبيبقى تقريبا كل البنات او كل النساء هناك محجبات. دي هنا شوارع مدينه جروزني في سيتي سنتر في الشيشان، شوارع جميله ومنظمه ونظيفه، شايفين كل الشوارع تقريبا نظيفه ومنظمه، وفي زي الباصات دي بتاعت النقل العام، وفي اشارات المرور، المباني شكلها جميل جدا ونظيفه، في نظام، في نظام في البلد. طبعا يا جماعه في صوره نمطيه عن الشيشان، لما بنفكر في الشيشان نقول يا شيشان بنتخيل ايه؟ بنتخيل يا جماعه جبال، كره صغيره، شعب بدائي، مفيش شوارع، مفيش مباني، مفيش دنيا، دي كلها دي الصوره النمطيه اللي منتشره واللي يعرفها اغلب الناس. يعني في ناس عارفين وفاهمين ان الدنيا هنا دنيا ومدينه وتمدن وبتاع، وفي ناس ثانيه اللي هو الاغلبيه العظمى مفكر ان الدنيا زي الصوره النمطيه المنتشره، ان مفيش الكلام ده هنا. فاديني بوريكم الدنيا من الارض الواقع. دي الشيشان، دي جمهوريه الشيشان المسلمه. ما شاء الله المدينه هنا مدينه جروزني مدينه جميله جدا ومنظمه جدا، عجباني قوي ونظيفه، وبيبنوا البلد، بيبنوا البلد وبيحبوا بلدهم جدا 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 بصراحه. طبعا معلومه مهمه قلتها قبل كده في الفيديوهات السابقه، ولكن عادة انا عشان ااكد عليها، الشعب الشيشاني ليهم لغتهم الخاصه، لغه شيشانيه هما بس اللي بيتكلموا بيها، ما تشبهش اللغه التركيه ولا تشبه اللغه الروسيه، ولكن كلهم تقريبا بيتكلموا اللغه الروسيه، يعني بينهم من بعض يتكلموا شيشاني، ولو كده بيتكلموا اللغه الروسيه مع مثلا حد جاي من روسيا او مع حد غريب او ايا كان. على الشمال ده علم روسيا، وعلى اليمين ده علم الشيشان، فده مبنى حكومي غالبا. بصوا يا جماعه الشارع الرائع اللي احنا ماشيين فيه ده والمنطقه الجميله دي، ده كان شكلها من تقريبا 20 سنه بعد الحروب، شايفين مباني كلها مهدومه، ما كانش في مدينه يا جماعه، كل الناس سابت المدينه وانتشروا في الارض بعد الحروب، لان ما كانش في مدينه، ما كانش في مكان يتعاش فيه، كل ده بنوه مؤخرا، لسه بيبنوا في بلدهم. بصوا يا جماعه الشرطه دي، ده سلاح هنا في الشرطه، بيفضل ماشي كده في البلد بشكل عشوائي على رجله بالاسلحه بكل حاجه، مثلا يشوف حاجه مش عاجباه في البلد، يشوف حاجه واحد شكله غلط، واحد بيعمل حاجه مش مظبوطه، يوقفه في الشارع، باسبورك او بطاقتك، الاي دي، رايح فين، جاي منين، التامين، وهكذا. شك فيه ولقى شكه في محله وفي حاجه غلط، يتاخد، معرفش بقى يتحقق معاه بقى في الاسم ولا شوف هيحصل فيه ايه، شك فيه ولكن مفيش حاجه، الدنيا تمام، يقول له خلاص توكل على الله كمل طريقك. ف السلاح ده كاك بوتيتي نزافايتسا بوتيتي تشورني بوتيتي تشورني مكستومي كاك نزافايتسا باليتسا بابا اشني بابي اسنك، ده اسم السلاح ده او قسم يعني ده من الشرطه، وظيفته كده انه يمشي في البلد بشكل عشوائي ويشوف الدنيا ماشيه ازاي ويحافظ على النظام والامن والامان. شايفين يا جماعه المطعم ده اسمه بباخه،
مطعم على الطراز القوقازي. فأحمد بيقول لي ده المطعم بتاع حبيب الملاكم، حبيب نور الدين الملاكم، فبنيه على الطراز القوقازي وبتاع وأجواء. نبص بص عليه من بره كده أو من جوه الله أعلم يشوف. ما شاء الله، بص الطراز، بص شكل المكان على الطريقة القوقازية. الأسعار هنا يا جماعة في الشان يعني ما شاء الله، اقدر اقول ان هي كويسه جدا جدا مقارنه مثلا بروسيا. يعني ده مطعم في مكان سياحي تمام، في اهم شارع عندهم في سيتي سنتر. القهوه مثلا 180 روبل يعني تقريبا 2 دولار، يعني الاكل 350، يعني الاكل ده 4 5 دولار، فحاجه لطيفه. كبير. بسم الله. زي دي الفكره ان المدينه مش كبيره قوي، او هي كبيره بس اللي هي ايه مترميه الاطراف يعني. فايه هنا السنتر والاجواء والتمشيات، والباقي بقى يمين وشمال اماكن بسيطه، مباني سكنيه يعني اللي هي اماكن عاديه. فلسه بيبنوا يعني، هم لسه بيبنوا، بس في كم مبنى كده كويسين في المدينه. المهم دي فكره الشيشان، او دي فكره جروزني اللي هي عاصمه الشيشان. في الفيديوهات اللي فاتت برضو وريتكم حاجات ابعد بكتير ورحنا الجبال، فلازم تتابعوا السلسله كلها، ولسه هنصور حاجات تانية باذن الله. فانا انطلق نعمل جوله بقى دلوقتي بالعربيه كده نشوف الدنيا واحنا في العربيه. هنا بيبقى فيه زي شرطه مرور في كل زاويه، على كل تفريعه شارع هتلاقي عربيه شرطه ومرور واقفين. الشارع اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي يا جماعه شارع في وسط البلد برضو مشهور، شارع كبير اسمه شارع بوتن، ده اسم الشارع. هنا شايفين الاجواء يمين وشمال، مدينه نظيفه. ده بقى يا جماعه السوق الشعبي اللي احنا جايين نصوره. هنركن دلوقتي في اي حته وننزل نصور السوق الشعبي من جوه ان شاء الله. هنا يا جماعه دلوقتي احنا موجودين في السوق الشعبي الوحيد في المدينه كلها. ما عندهمش هنا من كل حاجه حاجات كتير، يعني هي المدينه صغيره والبلد صغيره، فمن كل حاجه كده حاجه واحده. فالمهم فيديو السوق بيبقى فيديو دايما طويل زي ما انتم عارفين ومتعودين، انا بحب الاسواق الشعبيه وبلف فيها براحتي. ففيديو السوق هحطه لكم في الفيديو لوحده، يعني الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله هيكون فيديو السوق الشعبي. هصور هنا شويه واصور تفاصيل كتير واماكن كتير واحطها في فيديو لوحده. اما بقى الفيديو اللي احنا فيه دلوقتي ده، فبعد ما اخلص السوق هنطلع ناكل لقمه وننهي الفيديو ان شاء الله هناك، نشوف بس المطاعم والاكل التقليدي بتاعهم هنا في الشيشان برضو. ف يلا. بسم الله. جينا دلوقتي يا جماعه المطعم ده، مطعم مشهور هنا اسمه خورما. خورما يعني الكوكا، فاكرين فاكهه الكوكا اسمها خورما. فده المطعم كده. حد عنده عيد ميلاد النهارده ولا ايه؟ دخل يا حميد، دايما في اي مكان يدخلونا الاول، يعني احمد وجماعه عشان الضيف يقول لك انت تدخل الاول دايما. السلام عليكم. دي اماكن مقفوله بالشكل ده بحيث لو حد عايز يقعد في خصيه وبتاع، فالستاير دي موجوده هنا. شويه متحفظين وبيحبوا الخصيات قوي.
شايفين مثلا مجموعه بنات مع بعضهم، اسره مع بعضهم، يقعدوا جوه يقولوا عليهم ايه؟ الستاير. ما شاء الله تبارك الله يا جماعه، ده اكلنا النهارده. الجبادي يعني اللحم بقري، حاجه كده ما شاء الله تبارك الله. الله اكبر، ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. لذيذ جدا جدا جدا. اكلنا يا جماعه الحمد لله وشكرا، ظبطنا امورنا، نتحرك بقى نرجع. اسيبه اسيبه. ودي اصدقائي كانت جولتنا النهارده، وده كان فيديو النهارده واستكشاف عاصمه الشيشان مدينه جروزني. هل بقى الشيشان امان ولا مش امان؟ انتوا هتجاوبوا على السؤال ده تحت في التعليقات. ايه رايكم في اللي احنا شفناه النهارده؟ شاركوني ارائكم وشاركوني تعليقاتكم، وما تنسوش بقى توصلوا الفيديو الجميل ده ليه 20,000 لايك، عايزين دعم وعايزين تفاعل قوي. واشوفكم ان شاء الله بكره في مغامره جديده وفي فيديو جديد. سلام.